قبل الإنفاق فيه معركة نفسية شديدة بين الواحد ونفسه في صراحة. البذل والتقديم. هذه معلمة توها اليوم، القصة قديمة، توها مستلمة الراتب، وجتها واحدة تطلب حاجة عند الباب، فسبحان الله يعني ما لقت شيء إلا معها الفستانة أو الدراعة يسمونها، أعطتها إياها، قالت ما في إلا هذه. هذه المرأة شافت الدراعة قالت فيش ذا، الحين أنا أطلب هذا تعطيني الدراعة، وترميها عند الباب وتمشي. من يوم هذيك تذكرت إثرها، حاطها الراتب في الدراعة. لا إله إلا الله، راتب المرأة في الدراعة. قالت الكلمة عشان أوري شلون النية الطيبة، قالت الله يجعلها خالصة لوجهها الكريم، دام أنها راحت الله كاتب أن راتب يروح لها المرأة. لا إله، وسبحان الله يكتب الله، تطلع من الباب تلقى الدراعة مرمية، وتفتحها في الجيب الراتب كامل. وصلت النية، النية وصلت. فأنو خير صحيح، النية لا. النية توصل، إنما النية تبلغ ما لا يبلغ العمل. لا. الله أعلم. عليك بوقف اليتامى فخير به يبعث الروح يعلي البناء.